اخ يا مهدي. هلا كيفكم؟ هاي كيفكم؟ خليني ابلش ام الفيديو. هاي كيفكم؟ هاي كيفكم؟ فيديو عمر، قناه عمر. صح، انا اللي يفترض احكي بقناه عمر فيديو عمر. اوكي، اليوم حنصور فيديو غناء المتابعين. فهلا الفعاليه على الديسكورد، حكيت لكم على الانستا تشاركوا، لو ما شاركتوا مشكلتكم. اوكي يلا يلا شوف مين احلى صوت. اوكي، بقناه رح نعمل احلى صوت، وبقناه رح نعمل اسوء صوت. اوكي جايز، بلشنا الفعاليه. ارفع ايدك، ارفع ايدك للانضمام الى الغناء. انا جبت صبا هون عشان على اساس عامله حالي مغنيه وهيك، فانه حتقيم يعني. يا جماعه والله صوتي حلو، عيب الله اني مغنيه. اوكي جايز يلا خلينا نختار. بلاك كات، يلا ليتس جو. بلاك كات، بلاك كات يلا. اتوقع حيتوتر لما يجي يحكوا. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال اخي عمر؟ واو، فتحنا راديو اسبوع. قيم لنا من 1 لـ10 مهاراتك بالغناء. انا صوتي مش حلو بس بغني راب. اوكي حلو، بنتقبل كل انواع الفن، تفضل. احنا عندنا هون ذا فويس، فغني اللي بدك اياه. شجعت قلبي، رحت له عن حب. الو، شو يا زلمه؟ ايش عم بغني ولا عم بتغني ولا تحكي؟ مش عارفه بتغني يا زلمه يا بلاك كات. طيب يا بنات بغني، بس انت كل شوي تحكوا كلمه اسكت. انا خلاص رح نسكت. اعمل تفضل. شجعت قلبي، رحت له عن حبنا وكله، بس 5 ثواني ما طال من وقت، روحت مكسر القلب على الامر يوقف. حكيت مع حالي في طلب قلبك، كنت فديت 5 ثواني ما طال من وقت. انت شو قدمت الاهتمام، اعطيت الحب الحنان، والتجاهل كان رد للفنان. كملت في الكاس، اعطاني طاقه الفاس، كان الطريق مكسور في الراس، كل ما مر بنعكس اكسر قصاص. قصاص قصاص ليش؟ وين رحت؟ بلاكات. لا، تقييم صراحة معطيه 7. لا، 5 4 تي 7، لأنه الكلمات مبتكرة يعني. هو لا صراحة اسمع أي صوت بشوفه بقارنه بصوتي على طول، فعشان هيك بقل. أنا صوتي هو 10 ما شاء الله عليك. أنا آخر الفيديو بغني لكم. لا 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 لا، نصيحة تطلع. مش عارف مين بده يغني. إذا خلينا نشوف، بدنا نقانق تثبت أنه ميسي من الجيزان. أوكي جايز، بدنا حدا بغني. يلا أمير ليتس جو. ليش بيرفعوا ايدهم اذا بدهم شي يغنوا؟ احنا نريد ان نستقبل مواهب غنائيه، رح نعطيكم مصاري يا جماعه. لا يا حبيبتي، ما معي مصاري. كم اون بليز فوت، بليز فوت. حد يفوت. وات شوي يا جميديز. وات شوي يا جميديز. وات؟ لا ولا شيء. اخوي يا جمي، ايش تقييمك لمهاراتك بالغناء؟ لسدرة؟ انت تقييمك لك؟ لا انت تقييمك لنفسك. لنفسي؟ -1. ليش هيك انتم ما بتقدروا مهاراتكم؟ تفضل اخوي، اعطينا اغنيه. عادي اغني اغنيه اجنبيه؟ اكيد. بس مش هيبقى في اي سوء. خايف يعمل كوبي رايت على صوته. Times like this I wish any big city. Nobody want to listen. I'm screaming out for help. Times like this, but then there's you. Standing over me, trying to make a fool of me. Trying to get the best. الله دمعت من جمال صوتك اخوي، عن جد يعني انه عذب صوتك زي الشلال. عذب. كم تقييم؟ 1,365,000 زائد مصاريف الشحن. فهمها عشان دعايات. قيمتي 1,000,000، شو رح تقيم اللي بعده؟ 1,500,000. والله صوتي حلو. صوتك جميل اخوي كثير. تقييمي يا حبيبتي، تقييمي 7/10. طبعا 10 انا باخذها يعني، فعرفت. في عندنا هذا ايش اسمه؟ امير معك المغني الشهير يعني. ايش اسمك؟ امير. غنينا يا اموره. مش من اول بدلعيكم. كم بتقيم مهاراتك بالغناء؟ 1,000,001%، يعني شيء زي هيك. الله. طبعا ليتس جو. يلا بس اهم شيء الاحساس، الصوت مش مهم. طبعا تسألوا في ذا شايل هموم. الله. بس تتركوني لحالي بروح. مش حاب الوحدة، كاره كل الكون، والناس ما بتهون. وروح ما بتهون. ابيض واسوى الدنيا بلالون بلالون. راحت روحي من قلب الحنون. حنون. اصبحت ميت وجفت الجفون. ياللي غفتون. الله، راح ابكي من الاحساس. ولك يا زلمه، يستعدينك يا زلمه. كمل. عيط لو بدك، لو سمحت ما حد يبكي بالشات او يغمى عليه. عم ببكوا كلهم، عم بعيطوا بالشات. من العيال هي بعيطوا من الضحك بعد صراحه. لا، بعيطوا من التاثير. ما هو من كثر الاحساس اخوي.
صوتك جميل، استمر بليز. تعرف الأخرس؟ أنو أخرس؟ أخرس بغني؟ مين أخرس بغني؟ عشان الإحساس بعطيه 7. صراحة حبيت الإحساس، بس صوتك مقارنة بصوتي صراحة إنه في طبقات من الاختلاف يعني. يا طبعاً. طبعاً يعني. كلنا بنعرف إنه صوتك كثير حلو إنه. ما صح، ما بقدر أوصلك أنت صح مين؟ بالضبط يا زلمة، هذا بكالوريوس في الغناء ما أخذ. 7.5. فير 7.5 أخوي. كم بتقيم غنائك من 1 إلى 10؟ ناقص مليون. ليش كل هاي؟ لا صدقني اللي بحكوا ناقص مليون صوتهم بطلع حلو. مريات في حينا دارنا فينا صاريخ يرفع العلالة، ليس هنالك ما يوقف، نحن الخير بطبعنا لنا البغض المتاعي، عالم الأطفال عالم الجميل. الله الله، رجعتينا لأيام الطفولة والله، حياة الله يعني. مع بابا رفيق، ما بعرف أغنية شو هي بس بعرف إنه من سبيس تون. أيوة جد بقدر هذا الشيء، إشي رائع. نعطيكي 9/10. 9/10 واو. أنا 8/10. لما حكيتي بابا رفيق هون شوي يعني، بس المفروض نشدت. شكرا. ليش بتتفلسفي بشيء ما بتعرف فيه صدق؟ طبعا بحكي. يا الله مش مجالك الغنى، مش مجالك. أهم رجعنا عليها 1.2 مليون. أوكي مش مجالك. باي، مع السلامة. باي. كيوتي مسكار. أحا سأفوتنا 2 كمان مرة، يا الله. أوكي أوكي أوكي، نسلمكم 1/1. دخلنا 3، يا الله. أوكي نسلمكم 1/1. أوكي. اللي بحكي أول أنا هو اللي ببلش. ما عم بحكوا أنا. نعم. خلص لحكت نعم. أهلاً أهلاً. كم بتقيم مهاراتك بالغنى؟ مهاراتك؟ مهاراتك أنت؟ لا لا مهاراتي واضحة يعني 10/10 أنا مهاراتي. آه. يعني نص نص. أوكي. يلا تحفينا بهرينا. لاي مطاحونا نبع المي، الدم صاحات مزروعة لي، جدي كان يحن عن الحي، أمحو سحرية ويبقوا الناس بهالساحات. ميوت ما هو طبقين نسمعها هي، احنا بنسمع يا رب. رايح برافو الله. واو الله. يعني اسمع مرام، والله انه حلو جد مرام. انت بتعرفي انه انا انا مهاراتي بالغناء تقيم 9.9. يا الله ما شاء الله، انت رائعه جد يعني. انا الله والله انه صوتك حلو جد. قد عمرك؟ 15. حبيبتي والله بستكبر رح تبدع. صوتك احلى من صبابي كثير. شكرا على الهراس. نجيبك تغني مع احمد صوت. اسرار بيز 55 ولا مو بطاها ببطالة؟ انا جبت العيد بالاسامي كثير. مين بده يغني اول؟ انا كنت مطرب من زمان جد؟ بغني من زمان. تمزح صبك ذا. كنت انا بغني من وقت ما كنت صغير. قد عمرك؟ ادينا ادينا كان قديش بتعطيني عمر؟ من صوتك بين 20 17. اوه ماي جاد. طب من انت وصغير بتغني يا زلمة؟ طب يلا غني تحفنا. دار العاشق ما بقى فيني انا يعني، اعتزلت الفن من زمان. تفضل تفضل. لا خذ راحتك عادي عادي كمل، كثير تاثرنا انا وصباح حاليا. انا اعتزلت الفن فلهيك اخوي. عادي عادي كثير عم برجع شوي شوي. اثرت فيه كثير بالثانيه اللي غنيتها، فغني اكثر تفضل. طب ليه مش كنت دليان؟ ليش بتضلك تشكر؟ كمل يا زلمه. يا مو بوتالا. خسرنا 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 خسرنا. مو بوتالا بدك ترجع. قادر مش قادر اعيش بدون ما اسمع صوته. مو بدي اسمع كمان من صوته. ما بالله عليك ارجع كمل لنا. اوكي 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 نستقبل. مرحبا غيث. رويال غيث مروان. هذا غيث مروان. غيث مروان. غيث مروان كثير حلو يا زلمه، مكرش عليك انا. كم تعطي مهاراتك بالغناء؟ صفر. ليش صفر؟ ارجوك غني لنا. طيب خلنا نسكر الباب عشان ما يدخل علينا حدا ويرقط من تحت علي. ما تخلي حدا يحبط امالك. هل تتوقع صوته حلو زي منظره؟ يا صغر مهدي حيله، هداول التلاشي يا تغاضع بذنوبك المحصوله هاولاشي، سكر كلمه طبقت اللي ذبحت عشاني، كنت حالي من الجواهر والجواهر والعشاني، كنت ابني كنت ابني في ابني كنت ابني وقت احس بالدنيا، قطر كان يهمني لبني ذي التمني، واثق اني كفى بس شعوري اللي خدعني، رجع ثاني واسامح اقول عادي تعدي يمكن يعاول اصحابي. واو 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 كثير. انا بفضل اسمع صوتك عن اسمع صوتي انا. استحلى.
قد ما بيحكوا معاه بنات يا زلمة. عشان رزان. رزان. رزان عندها حرب. رزان حرب. أوكي رزان معاه بترد علينا. يا رزان لا تتلي علينا يا رزان، كل حد قاعد عم بتل علينا يا رزان، عملتنا ميوت. أوف أوكي. راحت. رزان. رزان حرب. يا نور. حط صوت بس أنا بحب البسس. نياو. نياو. أنا صوتي زي الغروب يا جماعة. شو ما يكون صوتك سيء ما حيكون أسوأ من صوت صبا عادي. هلا فهمتك. اكتب هاي. لطيف. لا الله. لا يلعن. ألو. هاي لطيفة كيفك؟ ألو. كيفك صبا؟ أهلا. كم بتقيمي مهاراتك بالغناء من 1 إلى 10؟ أنا أكيد بقيم حالي 10 من 10. كفو. كفو كفو يعني أحلى من صوت عمر أكيد. يجيك الثعلب يجيك الثعلب يلا هز الأرنب بكتافه ما سمع كلمة أمه رح يتمشى خلصنا ياي ليه؟ بالأخير بطلة بدها تغني عشان سمعت صوتك وانت خربت على الأغنية. لا لا ما تزحمي. الو اوعك تمزح معي. صوتك بيشبه تاع طيور الجنة والله لما قال الارنب لا مش احلى شوي والله احلى طبعا زي صوتي انا يعني صوت عذب بالحال هيك جاي يعني. بالضبط زي صوت عمر عادي. اول شيء انا مش حابه انا بس مش حابه اغني مش حابه اقول اني بحب صبا وبس حبيبتي انا بحبك يا عمري نورتي وصيلات اي لاف يو لا تشيلها لا تشيلها لا تشيلها I love you too. Okay thank you bye. ما بتحبني طبعا ما حدا بحبك. أغني لكم؟ أغني لكم حلمنا نهار نهار نعمل نملك الخيار وخيارنا الأمل وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق تدعون كي ننسى ألما عشنا نستسلم لكن لا ما دمنا أحياء نرزق ما دام الأمل طريقا فسنحيا. واو 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 مرسي كثير حلو صوتك شكرا كثير لين ما شاء الله ما شاء الله. اسمع هاي أغنية برضو بسبيس تون شيء سبيس تون بالضبط صح؟ يس بتجا اسمع وجد ختمها مسك وحياة الله كثير حلو صح حلو صوتك تصوري كفرات وهيك بنزل انستغرام جد؟ احكي لنا شو الانستا تبعك عشان يعملوا لك فولو يا جماعه اعملوا لها فولو صوتها كثير حلو جد ما شاء الله ثانك يو موهبه الله هلا انا حغني هلا انا حغني لا باي لا لا تروحي لا لا استني اللحظه اللي كنتوا بتستنوها كلكم مستعدين يا اخوان بليز ما تطلعوا من الغرفه عشان صوتي بشع يا جماعه صوتي حلو انا كثير اسف على اللي رح يصير هلا بتذكر الاكس تبعتي شغل نغمة وفين لياليك أما البناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك مالي مشغول بهواك على طول والليل بيطول وانا مش وياك عليك عيون سحرها خلاك والقلب هداك ما تداري عليه عليك عيون اوكي اخوان هذا كان الفيديو لليوم اذا حابين تشوفوا اسوأ اصوات روح عند صبا سبسبيبها قناتها تحت بالدسكريبشن قناتها تحت بال دسكريبشن بنشوفكم على الفيديو الجاي يلا باي انا الباطل اوترو هون اوكي تعطيها بشوفكم على الفيديو الجاي يلا باي.